إيران وعلى عكس ذكائها الاستراتيجي والدبلوماسي في المنطقة والعالم في آخر 20 سنة فقدت قدرتها على رؤية الخطوط الحمراء لعدوها الأخطر وهو طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. بعد انسحاب أمريكا من المنطقة تحت قيادة باراك أوباما اللي يعتبر ملاك بجناحين مقارنة بكل الرؤساء الأمريكيين اللي جم قبليه واللي هيجوا بعديه، بعد انسحاب أمريكا إيران ودول الخليج وتركيا بل وروسيا كمان كلهم انطلقوا في منافسة محمومة للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النفوذ والسيطرة على الأرض. إيران كانت أكبر وأذكى لاعب في المنطقة، كانوا قاريين الخريطة السياسية الدولية في 10 سنين الأخرانيين كويس جدا، وقدروا يستغلوا نزوع أوباما لبناء سمعة عليه وللولايات المتحدة ككل كدعاة للسلام، وقدروا يطلعوا منه بالاتفاق النووي سنة 2015. الاتفاق ده طبعا لو كان لسه قايم لغاية دلوقتي فعليا وبيتنفذ يعني كان زمان إيران انطلقت اقتصاديا وعسكريا أكبر بكتير عن وضعها الحالي، لكن الكلام ده كله طبعا اتغير بتولي دونالد ترامب سدة الحكم في 2018. وعلى العموم يعني لو كان أي حد غير ترامب كان ممكن برضو يخرج من الاتفاقية حتى لو كان من الديمقراطيين وأولهم هيلاري كلينتون، لأن الاتفاقية دي فعلا بتفتح المجال لإيران للنمو الاقتصادي والعسكري. في مقالة ليا على الصفحة في يونيو اللي فات في عز أزمة ضرب ناقلات البترول قلت إن الصقور في الحزب الجمهوري والجيش والاستخبارات الأمريكية، ده غير طبعا القوى الدولية الحليفة للولايات المتحدة والمعاديين لإيران اللي هما طبعا دول الخليج وإسرائيل، قلت إنهم لا يمكن يفوتوا فرصة وجود شخص متعاطف معاهم زي دونالد ترامب من غير ما يدفعوه دفعا لضرب إيران وتغيير النظام الإيراني بالكامل. المشكلة إن وقتها ترامب تراجع في آخر لحظة لأنه أحس إن ضرب إيران للدرون الأمريكي اللي هي طائرة التجسس الأمريكية اللي من غير طيار، حس إن ضرب إيران ليها ما كانش مبرر كافي لضرب مواقع عسكرية إيرانية وقتل إيرانيين، ده غير إن كان في حلفاء لي من خارج المؤسسة العسكرية ومن الحزب الجمهوري خوفوه من إن ضرب إيران ممكن يؤدي للحرب مباشرة وإن هو اللي هيتلام وإن ده ممكن يأثر على شعبية ترامب في الولايات المتحدة نفسها. كمان ساعتها إيران لمت الدور وبطلت تستهدف ناقلات البترول والسفن والدنيا هديت شوية، لكني ساعتها برضو استنتجت إن فترة تولي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن تخلص من غير ما القوى الحليفة دي تحاول تستدرك ترامب أو تورطه بإنه يضرب إيران، لأن بصراحة وجود شخص مندفع وساذج زي ترامب على سدة رئاسة أمريكا شيء ما بيتكررش كتير وممكن ما يحصلش تاني، وده اللي حصل بعد الهجمات اللي اتقتل فيها مواطن أمريكي مقاول عسكري، وده مات بعد هجمات على مواقع أمريكية في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية بتقول إن الضرب حصل من ميليشيات الحشد الشعبي والحشد الشعبي أنكر، لكن في كل الأحوال الخط الأحمر خلاص اتعدى عليه، وبالنسبة لواحد زي ترامب وأتباعه الولايات المتحدة كان لازم ترد، وده طبعا اللي حصل في الغارات الأمريكية الأسبوع اللي فات على مواقع الحشد الشعبي واللي اتقتل فيها 25 شخص. دي طبعا غلطة استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة أدت من وجهة نظري لانحصار كل نفوذ أمريكا الدبلوماسي اللي هي قوتها الناعمة في المنطقة، ده لأن الولايات المتحدة ظهرت في دور المعتدي لأنها خرقت سيادة العراق وقتلت عدد كبير من الأشخاص، وده ما يتناسبش مع مقتل مواطن أمريكي واحد. لكن الجريمة الاستراتيجية بقى الأكبر ارتكبتها إيران، وهي محاولتها الضغط على الولايات المتحدة وإهانتها قدام العالم، وده لما حرضوا أنصار الحشد الشعبي أنهم يقتحموا السفارة الأمريكية في بغداد في تكرار لحادث السفارة الأمريكية في إيران سنة 1979. طبعا دونالد ترامب طلع وهدد وبعت 100 من قوات المارينز لحماية السفارة مع تجهيز قوة من 4000 مقاتل على أهبة الاستعداد للتوجه لبغداد. أنصار الحشد الشعبي انسحبوا يوم الأربع بالليل، لكن ترامب ورجالته ما نسيوش الإهانة وقرروا الانتقام بأقوى شكل ممكن، وامبارح بالليل تم استهداف سيارة كان فيها قاسم سليماني اللي هو ثالث أهم شخص في إيران
بل والرأس المدبرة للسياسة إيران العسكرية والخارجية في المنطقة. قاسم سليماني وعدد من أهم قادة الحشد الشعبي اتقتلوا في الغارة دي. الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب بتتعامل مع العالم بنفس غشومية الدولة الرومانية لما ما كانش ليها منافس على الساحة. اللي هيمس الكرامة الرومانية اللي هي في حالتنا الأمريكية لازم يتعلم عليه عشان محدش يجرؤ يفكر انه يزعل أمريكا بعد كده. في البوست الأخير على الصفحة اللي كتبته عن العراق قلت ان أمريكا خسرت كل نفوذها في المنطقة ومش هتعرف تحط رجل تاني غير عن طريق القوى العسكرية، وواضح ان دونالد ترامب ما عندوش اي مشكلة في كده. بعد مقتل سليماني إيران توعدت بالانتقام والعالم كله في انتظار رد فعل إيران. الأوروبيين ساكتين وبيراقبوا في توتر، ودول الخليج ساكتة تماما، وده طبعا تفاديا لأي تبريرات إيرانية بأي هجوم انتقامي من إيران على أراضيها. إسرائيل بس على لسان نتنياهو هي اللي رحبت بعملية الاغتيال، بس طبعا نتنياهو في مأزق صعب داخليا وبيحاول يكسب أي بنت جماهيريا. المفروض الرد الفعل الإيراني البراجماتي أو العقلاني، طبعا ده لو في حد عاقل في المؤسسة الحاكمة في إيران يعني، يكون مجرد حملة إعلامية شعواء في الداخل الإيراني والعراقي واستغلال المشاعر السلبية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها في تأكيد سيطرتها ونفوذها في المنطقة. من مصلحة إيران إنها ما تردش وما تنتقمش بأي شكل من الأشكال، إضافة طبعا لكبح جماح كل حلفائها التابعين ليها في المنطقة سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن. السكاكين الأمريكية مسنونة والخطة الأمريكية جاهزة. صحيح الحرب طبعا هتضر كل دول المنطقة من غير تمييز، لكن احنا طبعا بنتكلم عن أمريكة دونالد ترامب ودي هيكون آخر همها دول المنطقة وسكانها. وربنا يستر.